تنوي الجهات المعنية بل تخطط قبل أن تقرر العودة بنظام الخصخصة الكهربائية في محافظة البصرة. ما هو رأي الشارع البصري تجاه ذلك القرار إذا ما طبق قريبا؟ بوابة العراق لدول الخليج العربي يرفض أهاليها ما يرسم في غرف الصفقات السياسية والاقتصادية بحسب تعبيرهم، متساءلين هل من المعقول بيع الكهرباء لأهالي محافظة حصة أهاليها من النفط والمسببات السرطانية فقط لا غير. بصورة عامة أنه أنا أحكي عن العوائل كلها، أنه كل شخص تلقى عائلة أو ساكن بيت واحد، أنا ضد هذا الموضوع، ضد هذا الموضوع أن تخصص الكهرباء عنها. مو معقول أنه البصرة هي تغذي العراق بصورة عامة، هذا هي شريك. بعد أنت صورت 3 سنوات 4 تقول لك هذا البيت قاعد بيه أنا قاعي هاي قبل لا أصير بيها، فهذا الشيء ضده كلش. إحنا بصورة أنا ضده، يعني صايرين مثل ما يقول المثل، مثل البعير نحملين ذهب وناكل عقول. يعني إحنا شنو عندنا؟ عندنا موارد، عندنا نفط، كل شيء عندنا، خيرنا لغيرنا، حاسة أنه بجت على الكهرباء بعد. الرفض الشعبي لن يقف بجملة أنا ضد الخصخصة، بل تعدى محذرا من عودة الاحتجاجات الغاضبة لشوارع البصرة، معتبرين ذلك الطرح ما هو إلا زيادة لمعدل الإذلال والتهميش المستمر. أعتقد إذا صار هذا الشيء الناس ما راح تسكت، يعني على هذا الشيء لازم تثور، يعني الناس إلى متى تتحمل؟ لا، ضد هذا القرار، ضد هذا القرار، لأن يعني راح ترجع المظاهرات ترضى. يعني كل خدمات ماكو، الله وكيلك محمد كفيلك، هذاك يوم احنا كلنا بالشطوط، كهرباء ماكو، شلون يعني يبعون الكهرباء؟ مظاهرات تطلع، الشعب كله يهيج عليهم، الله وكيلك محمد كفيلك. جدير بالذكر ان محافظة البصرة شهدت خلال الاسبوعين الماضيين قطع شامل للمنظومة الكهربائية الوطنية، دفع الاهالي للجوء الى الثلج المباع ب5 أضعاف سعره الاصلي ولمياه شط العرب قبل ان يعود التيار للاستقرار نهاية الاسبوع الماضي، مع تلميحات اعادة العمل بنظام الخصخصة الكهربائية. اركان تقي، قناة التغيير، مدينة البصرة.